أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف أزوكا أن الذكرى 33 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام تحل والوطن يمر بأخطر مرحلة في تاريخه المعاصر جراء تعرضه لعدوان خارجي تقوده السعودية، موضحا في افتتاحية صحيفة الميثاق أن العدوان استهدف الأرض والإنسان والاستقلال والسيادة الوطنية. أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا أن الذكرى 33 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 من أغسطس عام 1982 تحل والوطن يمر بأخطر مرحلة في تاريخه المعاصر، حيث يتعرض لعدوان خارجي تقوده السعودية يستهدف الأرض والإنسان والاستقلال والسيادة الوطنية، وبصورة مخالفة لكل الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. وأشار إلى أن العدوان يقتل الإنسان اليمني ويستبيح الأرض اليمنية وينتهك السيادة وبشكل همجي وبربري، لافتا إلى أن المؤتمر الشعبي العام وانطلاقا من فكره الوطني ومنهجيته اليمنية وعمقه الحضاري ومبادئه وقيمه وأخلاقه ما كان إلا أن يكون ضده، باعتبار ذلك من أبسط واجباتنا تجاه وطننا وشعبنا واستقلالنا وسيادتنا وقرارنا الوطني المستقل، موضحا أن الوطن يعيش أعقد أزمة سياسية عرفها، حيث الصراع على السلطة تحول من حالة تنافس وصراع سياسي إلى صراع عسكري وحالة اقتتال داخلي ومواجهات مسلحة تزيد من صعوبة المشهد وتشكل إلى جانب العدوان الخارجي ضد الوطن أزمة مركبة ومعقدة تهدد كيان الدولة اليمنية ومقومات الحياة وتنذر بمخاطر كارثية على حاضر ومستقبل اليمن وعلى وحدة الأرض والإنسان. وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام: لقد جاء العدوان السعودي على بلادنا وشعبنا في 26 من مارس ليمثل وأدا لكل جهود الحلول السلمية للأزمة السياسية وللصراع على السلطة، حيث تشن على شعبنا اليمني ووطننا حرب مستمرة لأكثر من 5 أشهر استهدفت قتل الإنسان اليمني وتدمير مقدرات شعب وإمكانات دولة وضرب مقومات الحياة من مطارات وموانئ وطرق وجسور ومساجد ومدارس ومستشفيات ومزارع ومصانع ومحطات كهرباء واتصالات ومعاهد فنية وتقنية وآثار وحضارة وتاريخ، وكل شيء له علاقة بالإنسان اليمني ومقومات حياته، مؤكدا أنه منذ اندلاع العدوان السعودي على بلادنا وفرض الحصار الجائر على شعبنا كان المؤتمر الشعبي العام كعادته ينتهج سياسة عقلانية قائمة على موقفين: الأول مواجهة هذا العدوان والوقوف ضده بكل ما أتيح له، باعتبار ذلك واجبا وطنيا مقدسا لا يقبل أي تلكؤ أو تلاعب، والثاني سعيه لإطلاق المبادرات السياسية والجهود الرامية إلى إيقاف هذا العدوان ورفع الحصار الجائر والبحث عن حلول سياسية تجنب اليمن الأرض والإنسان المزيد من الدمار والفتنة والاقتتال والتمزيق. ورغم ما قُبلت به مبادراته وجهوده من تعنت ورفض من قبل الأطراف الأخرى سيما مرتزقة العدوان ومؤيديه، فإنه لا يزال وسيظل يسعى جاهدا للبحث عن مخارج وحلول سلمية تفضي إلى إيقاف الحرب التي تشن على شعبنا وإيقاف الاقتتال الداخلي وعودة كل القوى والمكونات السياسية اليمنية إلى طاولة الحوار اليمني بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وجدد زوكا التأكيد على مواقف المؤتمر الشعبي العام الرافضة للاقتتال الداخلي والمحذرة من خطورة استمراره على النسيج الوطني والسلم الأهلي وما يسعى إليه العدوان الخارجي من خلال ذلك من إثارة الفتن المذهبية والطائفية والمناطقية التي تهدد بتدمير كل ما تبقى من مقاومات التعايش والتسامح التي عرف بها الإنسان اليمني وتدمير ما تبقى من مقومات دولته ومقومات حياته،
كما نجدد الدعوة إلى سرعة إيقاف هذا الاقتتال الداخلي، فإننا نجدد أيضا دعوتنا إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا، تسهم في تجاوز كل الجراح التي شهدتها البلد خلال السنين الماضية، وتفتح بابا لمستقبل يشارك الجميع في صياغة ملامحه، ويسهم الجميع في بنائه على قاعدة المشاركة الواسعة والمواطنة المتساوية، وبناء الدولة المدنية القائمة على العدالة والنظام والقانون. ثبات مواقف حزب المؤتمر